تقول عن نفسها أنني كنت لا أعلم معنى النذر ولا أني نذرا، ولكن هناك أمور كنت أعاهد نفسي على عملها، فهل إذا لم أعملها علي إثم؟ جزاكم الله خيرا. نعم، إذا عاهدت الله على أمور أن لا تفعلها ثم فعلتها فإنها يكون عليها كفارة يمين، بقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. والعهد يمين، إذا قال عهد الله أن لا أفعل كذا، عهد الله علي أن أفعل كذا، ثم خالف يمينه فإنه تكون عليه الكفارة. نعم، جزاكم الله خيرا. ولا يكون نذرا والحرم وذلك الكفارة على من اليمين؟ إذا كان القصد منه الامتناع أو الحد تكون من اليمين. بارك الله فيكم.